ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مختلف. فيديو النهاردة معانا ضيف عزيز انتوا بتحبوه، قررنا ان احنا نشارككم اسرارنا ومواقفنا المحرجة مع بعض. سيبني اقدمك. تعال اتفضل. تعال يا راجل اتفضل. يا وصل وصل وصل. ازيكم عاملين ايه؟ راسك مش طالع اصلا. مش شايفين اكشناتك. بتحبوه؟ التيشيرت التيشيرت الجديد باين؟ باين الصرف باين. اختياراتي ذوقي صرفي. انا قايل لهم نقعد 100 جنيه في الفيديو اللي فات. مش لازم في صرف برضه. التيشيرتات ب 100 جنيه يعني مش عارف جبتيها منين 100 جنيه دي، بس قشطه. 100 جنيه والتاني 119 على فكره. والله اسعار جميله يعني. جدا. اتفضل حضرتك المايك معاك. النهارده عايزين نعمل ايه بقى فيهم؟ بلاش، انا بس عايز اقول لهم قبل ما ادخل، معرفش احنا طلعنا لقينا الجو حر جدا. شفتوا انتوا محمد هنيدي في جانا باني التاني لابس من فوق ومن تحت؟ لا استر عليا استر عليا. عاملين كده يعني محدش يركز مع كلامي. يا جماعه الكلام ده مش صحيح والله. يعني الكلام ده غلط. لا احنا كده بنكمل اناقتنا على فكره. لازم تبقي صادقه. مش للدرجه دي يعني. احنا هنقول موقف محرجه بس مش للدرجه. بس فانا افتكرت بقى اللقطه بتاع الجانب باني التاني من الشوط اللي احنا لابسينه. صباح الخير يا مصر. ايه ده؟ ايه يا ماما؟ طيب خلينا بقى نبتدي نرجع بالذاكره من ورا نفتكر يعني بعض المواقف. لا لازم. طب بلاش يا بنتي، احنا عندنا لازم. هو هي الناس كانت مستنيه الجزء الثاني ونتعرفنا على بعض ازاي، بس احنا لا قررنا ان احنا نعمله مختلف ونقول لكم على حبه مواقف كده. زمان بقى كنا مفهوم الشياكه بالنسبه لنا كان ايه؟ نلبس زي بعض مش ماتشنج كلر يعني. دلوقتي احنا يعني الوان ماشيه مع بعض مثلا، شكلنا لايق على بعض مثلا في زمان بنلبس ولا حاجه. هي لابسه القميص ده انا البس القميص ده، هي لابسه التيشيرت ده. يعني بنروح نجيب من حاجه قطعتين ماشي. على فكره اصلا بحب لبس الشباب من زمان يعني، فما كانش عندي ادنى مشكله ان انا اعمل صندل اكيد يعني. بالظبط. فكنا بقى ايه بنقعد نلبس بقى زي بعض، نطقم بقى زي بعض، وكنا فاهمين بقى ان احنا اروش ناس في زماننا. ايوه على فكره كانت نازله موضه، واحنا بقى كانت يعني الناس كانت عارفانا بقى ومش عارف ايه ولابسين زي بعض، فكنا ملفتين النظر جدا 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 بصراحه. مش عارفه ازاي كنا بنعمل في نفسنا كده. كانت حاجات روشه. ونلبس جزم زي بعض، نلبس كبات زي بعض، كل حاجه زي بعض. والله مش مشكله. المشكله ان احنا كنا فاهمين ان احنا كده روشين، ان احنا كده جامدين جدا. هي كانت روشانه على فكره. لا يا راجل والله كانت اساليب. طب انا هوريكم صور دلوقتي. هم يقولوا في الكومنتات، هم يقولوا في الكومنتات اسكانوا هيقولوا ايه. لا قدامنا بتقولوا ايه؟ لا بتقولوا ساعتها كانت روشانه. لا واكيد هتشوفوا الصور. بس لا سيبك من الموقف ده، عايزين نحكي الموقف. نخش بقى في المهم بقى. احنا ايه؟ كتب الكتاب. احنا اتخانقنا يوم كتب الكتاب. انا مش فاكره انت كنت جاي لنا البيت ليه اصلا. هو جالي قبل كتب الكتاب بيوم. قبل كتب الكتاب بيوم. بس احنا كنا جايين ليه؟ مش فاكره بقى. انت كنت جايين. كان جاي هو واحد صاحبه. حلو. صاحبه لبسه في الحيط ليه بقى؟ اتفضل. ليه؟ قولي. بص يا مريم من النوع اللي هي ايه، كل ما اجي البيت عندهم لازم يبقى معايا حاجه. لا مش بص مش كده، احنا بنحب الاصول. ماشي مش بقى. شرط بقى انت يعني. عارفاني انت عارفاني انا ساعتها ما كنتش كريم شرط. جدا. هو اصلا شخص كريم لدرجه العبط يعني. اللي هو يا حبيبي امسك ايدك شويه مش كده. هو بالزبط. من نوعيه يوم لما بقى حاجه تحصل اكيد مريم لازم تبقى عارفه ان الحاجه دي حصلت غصب عنها. ما انا بقى كنت ضيقه بقى في الوقت ده وبتلكك بقى. عروسه بقى ولاد بقى وعروسه وجواز بقى ومش عارف. عايزين نتخانق. هتخانقوا على اسباب تافهه جدا. خدوا بالكم جدا. كانت بتتلكك لي عليا حاجه تحسها ما كانتش عايزاها. عملت ايه بقى؟ عملت ايه بقى؟ انا رحت مش فاكره انا رحت ليه. كان ساعتها معايا واحد صاحبي. صاحبي ده اصلا كان حماه بيحبه يعني. فرحنا له ساعتها كلمته. معرفش انا مش فاكر بصراحه كنت جاي لك ليه. ما انا عماله افتكر من امبارح مش فاكره نهائي. جايب فستان باين ولا ايه؟ خالص ما كنتش جايب حاجه في ايدك اصلا خالص. والله طب ما هي دي المشكله. لا اصل انا دبيت المشوار ده كله. لا واحنا جايبين لهم بقى فراخ مشويه. ما تفكرنيش في الفراخ. مش عارف ده احنا كان انضف راجل عندنا على فكره 15 بيت كنا جايبين له منه. والله الفراخ جوه ثلاثه مش فاكره اسمه. الفراخ ما جتش بتتبلي اصلا ساعتها. هما دول مش عايزين ياكلوا. انا وبابا عمالين ناكل كده وفرحانين بالفراخ قوي. فراخ وكفته باين ولا كانت فراخ بس؟ مش فاكره. والله مش فاكره. بس الاكل ما كانش بيتبلي. هو الرز بس كان بيتاكل. المهم قلت لصاحبي ده تعالى نجيب اي حاجه قبل ما يطلع. قال لي يا عم يلا بس بصراحه احنا مستعجلين ومش عارف ايه ويلا مش لازم مش لازم. هو اللي لبسنا اصلا يا مريم. المفروض عارفه وليد زي ما بتقول لك كريم وبيجيبه وبتاع. ما علينا يعني. هو كان موقف زي الزفت يعني. لقيتها بقى تاني يوم قلبه وشها. اكلم اختها. طب ايه فيها ان احنا كاتب كتاب هيبقى كده يعني؟ يا مريم واختها تحاول وانا احاول ومفيش خالص. متخانقين بقى. انا قفشه بقى. مش برد عليه بقى تاني يوم. وازاي تيجي عندنا؟ ما انا عماله انفخ فيك قدام اهلي وعماله احسن في صورتك وانت تيجي كده.
الكتاب خلص، قلت لمريم طب تعالى انا عازمك. ايه اللي حصل في العزومه سعيد؟ كاتب الكتاب كله جه معانا المطعم، جايبني شله، جايبني صحابي كلهم كلها جد وعزمه. وانت عايز اقول خدنا المطعم، خدنا المطعم كله ليه؟ عامل ثلاث اربع ترابيزات قد يعني كده. للاسف ما عرفتش انتهز الفرصه اللي انا وياني بقى ناكل على شمعيه كده واتاسف لها ساعتها. كان بارتيتا وكانت ناس كتير جدا ومش عارف ايه، وكله جاي بقى في ايه يا جماعه؟ خلاص كان في الكتاب خلص يا جماعه. خش في المواقف الثانيه بقى، المواقف الثانيه بتكروت انت في الحاجات المهمه مش بكروت والله، بس فعلا في حاجات كتير كده. ايه بقى نخش على الفرح. قلنا لكم بقى في الفيديو اللي فات ان احنا روحنا ازاي، انت لازم تجيبي لهم بقى المشهد بتاع واحنا بنقول في الفيديو اللي فات ان احنا هنقول لكم. بص احكي لهم موقف بتاع اخر موقف واحنا متجوزين بقى ورايحين بيتنا، روحنا ازاي، ولا ده خليه الجزء الثاني؟ لا ده الجزء الثاني. الفرح ده اصلا لوحده الليله وقصص وحوارات. نقول لهم روحنا ازاي؟ طيب روحنا خليها جزء ثاني. خلاص نستنى الفيديو. ايوه شوقهم. ايوه في كده يا بالظبط. بس احنا في اليوم ده انا كنت برضو مريم هتوريكم الصور، كنا جايبين عربيه سبور مفتوحه، وبصوا كنا اللي سايق ولون ابيض، وكنا بص الناس دخلنا، حسيت ان ايه بقى، ايه بعد ما اللي حصل ده احنا خدنا ايه؟ واحنا مروحين مفيش ولا عربيه. ليه بقى اللي حصل؟ السواق انا ساعتها كان جاي معانا، قلت له خد العربيه خلاص، انا كنت مأجرها، خد العربيه خلاص، احنا معانا اصحابي كتير معاهم عربيات هيروحونا. قال لي خلاص ماشي. المهم كان في واحد هيروحنا، اللي حصل ان بابا باين تعب، والتاني بابا قال له لازم تيجي دلوقتي ما اعرفش، والتالت جاله مشوار، والرابع مفيش ولا عربيه نروح بيها، ولا عربيه نروح نهائي. متخيلين فرح الناس بقى المعازيم كلها روحت، واحنا انا ومريم مستنيين واقفين بقى. ايه ده؟ ايوه واصل يا جماعه، مشغل صوت صرصار الحقل دلوقتي ونسكت يعني لحظه صمت. جه بقى مين؟ واحد كان في واحده زميلتنا صاحبتنا جدا، اسكندرانيه اساسا، وجايين في اسكندريه ومروحين. انت هتروح ازاي؟ قلت له والله والله يا عم انا ما اعرفش هروح ازاي. انت لسه بقى كريم اوبر والحاجات دي كانت منتشره قوي، خدنا تاكسي اللي هو خلاص ده احنا كده دافعين فلوس في المواصله. قال لي طب تعالى انت رايحين فين؟ قلت له والله انا المفروض حاجز في نفس المطعم اللي كان معانا اصحابه، كان سبيكتا في نفس المطعم. بيعوض بقى كان بالكتاب، بيتعلم لازم نروح ومش عارف ايه. قال لي طب تعالى انا اوصلك. يا عم ازاي؟ قال لي اصلا كان ساعتها هو جاي يعني بالعيله كلها. عايز اقول لك انا كنت قاعد، الواد كان قاعد على حجري، ابنه ورا قاعده ورا اربعه، متخيلينه فستان الفرح، قاعدين اربعه مزنقين كده. انا بص مريم معلش، عروسه مروحه بعربيه ملاكي وقاعده مزنوقه، يعني يا ريتني قاعده بكرامتي. كان موقف ساعتها بصراحه يعني على قد زي الزفت. ورحنا دخلنا سبكترا بقى، دخلنا سبكترا بطولنا انا وهي بس، مفيش حد من الناس بيطبل لنا ولا داخلين كده. متخيلين في ناس كتير جدا ما تعرفش الحكايه دي، لان من كتر مواقف محرج جدا ما بنحكوش لحد، يعني مواقف من لذيذ. المهم كلنا وبتاع، يلا يا مريم نروح. طب هنروح ازاي؟ ايه بقى؟ قلت لها بقول لك ايه، بص عشان ما بانش اللي انا عريس قوي، رحت قلع البدله، قلع الجاكيت، طلع قلعت ببرونا، وطلع بالقميص بالابيض ببرونا. يا عيني ده سوري، يا سوري مقصر عليه. طلع بالبيبيون طلع بالببرونا. فراح قايل لي، رحت قلت له، رحت مشاور التاكسي، قلت له بصي انا من الاخر عريس وعروسه وحصل مشكله، واللي كان هيوصلنا بابا تعب وبتاع. قال لي طب ما فيش مشكله، ياما بيحصل مش عارف ايه. قلت له طب استنى. رحت قايل لي عشان الشمس، الشمس جايه عليا. رحت قال لي مريم بقول لك ايه، نعمل ايه؟ يلا بسرعه. رحنا خارجين جري، راكبين في التاكسي، كاننا عاملين عامله والله، ماشيين عروسك كاني عامله عامله. كان شكلنا وحش جدا جدا. الراجل عمال يقول الف مبروك كل شويه. يا عم خلاص، يا عم خلاص يا عم، عمال يعمل لنا كلاسات يا عم. بص ايه ده، اسكت احنا ما تلفتش الانتباه. والله روحنا، هص هص، عارفه بقى الواحد لما بيجي يروح بيبقى زفه ومش عارف ايه في البيت، احنا بنصيط العرسان كده، رايحين زي ما بيقولوا سلتي مولدي ولا اي حاجه خالص. طلعنا منظرنا كان الله يا حاره، هوسي هوس، احنا اللي عملنا لكم الحس، الله يا حاره، هوسي هوس، احنا اللي عملنا لكم الحس. بالنسبه لموضوع الفرح، المفروض كان في فيديو بيصورنا. عايز اقول لكم الحوار ده معكنن علينا جدا، فيديو بيصورنا الفرح اصلا، كنا عاملينه في قاعه يعني على قد ما نقدر، كان فرح حلو ومش عارف ايه الاسطوانه مع لما فيروز جت لقينا بتعضعض فيها، واحنا ما كناش شغلناها في اي مكان تاني، ولا فلاشه ولا المفروض انت تحطها على فلاشه
انتهى امرها على سن 6 شهور والله. ما عايز اقول لكم بقى احنا الناس اللي مصورانا اللي نازله على اليوتيوب هو يعني بس هي كل ده بنملك وليد ومريم هو ده اللي هيبقى موجود بس بنتفرج عليه زينا زيكم بالظبط مفيش اي حاجه. فالحوار ده برده معكن علينا جدا ده يعلمكم بعد الفرح ان انتوا تحتفظوا باكتر من نسخه من الفرح. احنا كانت هي نسخه واحده على الاسطوانه ومفكرناش اصلا نشوفها لحد ما خلفنا والبنت كبرت وبقت عادة. تلاقينا في حاجات كتير جدا مواقف كتير اكيد كل واحد مر بمواقف برده كده. حبينا نطلع يعني نقول لكم على المواقف على قد ما هي محزنه على قد ما هي مضحكه برده. ايه يا محزنه ليه؟ لا والله لا لا مش كده بنضحك. امبارح كنا بنضحك على ايه؟ ساذج ده واحد ساذج. انا ما اعرفش في الحاجات بتاعتكم. احنا كنا في مول مصر مريم دخلت لازورد بين الاسم مزايا ماشي بقالي كتير ما جبتش حاجه لنفسي. انا ما اعرفش مين مزايا مخنوقه طول اليوم تعالي نخرج قلت ما اشتري حاجه لنفسي تفرحني. هي كانت جوه وانا وفيروز بره. انا سبقته. انا ايه مش عايزاه يشوف انا هجيب ايه وبكام خالص لان انا الحاجات دي بصراحه لقيته ورايا نفسيا. لقيته ورايا عبال ما اخترت الدرجه وبتاع دخلت بتحاسب المفروض اللوشي كان اللي حاسب واخده قطعه واحده فالراجل بقى بيقول الحساب كذا 235. لا ما سمعتش 200 دي خالص. بيديني ايه؟ بيقول انا معايا وانا بقى ايه؟ لا 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 حصل اللي حصل مريم بتقول لي معاك 35 جنيه فكه. انا قلت هدفع ال 200 واخد ال 35 جنيه. انا ما سمعتش كلمه 200 دي خالص. قلت له رحت مطلع المحفظه من 50 جنيه. ما غلطتش في حاجه يا جماعه. انا بحسب اللي هي مشتريه ده انا ما اعرفش هي مشتريه روش ولا مشتريه ايه. 35 ده الطبيعي يعني. قالت لي معاك 35 جنيه فتره. في حد دلوقتي في الدنيا بقت ب 35 جنيه؟ معرفش والله. انا معرفش هي دي بكام اصلا. فجابت مريم بقى لما روحنا كل ده ولا في دماغي اصلا لما روحنا. بتقول لي عاجبه الروش جدا. بقول لها ده رخيص كمان ده ازاي الدرجه دي مش عارف ايه. وعمال ايه يبص لي يقول لي ايه ده عايز بتاع ممثلين. ومريم بتضحك بيعمل لي مش عارفه بيعمل لي كده ليه. جامد قوي ازاي بتاع ممثلين ايه ده انا اول مره اشوف لون تحفه كده عليكي ده انا اخدت بالي منه بالظبط يعني كان عجبني شكله جدا. وانا سايباها حرام فاكر ان هو ب 35 جنيه. فبتقول لي انت عارف ده كام؟ قلت لها ب 35. قالت لي 35 انا كنت عارفه ان هو فاهم كده والله. انا مش عايز اصدمك من الصبح والله. قلت لها امال ايه؟ قالت لي ده ب 250. لا هو قال لي في الاول اللي هو 100 يعني اخر 100 اقصى طموحه. بتقول لي 250. قلت لها ليه ده وحش جدا؟ ده لونه وحش. نسي بقى زي الممثلين. بصي بيطلع وقعدت تعمل لها ده بصي بيطلع فيه ده وما بيطلعش. اكلت وشربت واكلنا تاني وحلينا وهو زي ما هو. بس مش ب 200 جنيه ليه روش ب 200 جنيه يعني؟ مش بقالي كتير قوي ما جبتش حاجه لنفسي قوي يعني. ماشي يلا بس دي المواقف اللي حبينا نحكي لكم. مش عايز اطول عليكم عشان عارف انتوا بتحبوا وجودي. فانا مش عايز يعني ده على فكره عايز يرشق معايا في اي فيديو. الفتره الجايه بقى انت هتقولي كتير يعني. طب تيجي نعمل لهم تحدي الاندومي؟ طب تيجي مش عارفه انا وديه. عايز اقول لكم كل ما اقول لمريم على فكره كل ما اقول لها تقول لي لا دي قناتي انا لازم بيبقى ليها ليميت كده مش عارف ايه. يا ست عادي الناس كلها بتطلع تهزر يعني مش كله جد. فانتوا يعني لو حابين كده اكتبوا في كومنتات عندكم مواقف حصلت معاكم مضحكه وفي نفس الوقت يعني مخطوبين متجوزين في مواقف كتير. مريم بتتابع الكومنتات وانا ساعات كده ببقى فاضي بخش اتابع الكومنتات كده فضول يعني بس الفيديوهات اللي انا بطلع فيها يعني بصراحه. فانتوا قولوا ولو حابين بقى نعمل عندكم افكار مثلا ممكن نعملها في نفس الوقت. عايزين هاتفة نعمل يعني. ايه؟ هاتفة ايه؟ انت هاتفة ايه؟ اهم حاجة اللي تكون هاتفة مش هاتفة. فيا رب اكون ضيف خفيف عليكم. أيوة فيديو خفيف. هما بيحبوك. ربنا يخليك. فيديو خفيف وزي ما قلت لكم عايزين نشارك مواقف تقولوها واهم حاجة اللايك 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 عشان مريم بتنسى. انا بقى لازم تقولوا لي بقى لايكات كتير وحركات. قولوا لنا بقى عايزين نشوفوا ايه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. في ايه؟ بظبط كده انت كده بتظبط حاسس ان الشمس داخل على بس لا خلاص تمام. الفيديو الجاي شوفوا انتوا عايزين. احنا كنا عايزين نعمل فيديو ايه اللي جاي؟ لا كتير انا حماية في ناس كانت بتقول ليه حماك تمسك بيك برغم انك ما كانش عندك حاجه. عارفين بقى انا اخترت عنوان الفيديو ده ايه؟ ازاي تسنديه لحد ما تتجوزيه. سلام يا سلام. بص كده سنس كده في شوفوا لو عايزين بقى ده نعمله لكم الفيديو الجاي او يعني فيديوهات كتير. احنا جايبين الاندومي المفروض مريم المفروض شهرين. يعني نطلع انا وهي نعمل تحدي زي ما لا مش هعمل تحدي لا وزع بربر كده وايه ده ايه الجو ده عادي يا عم عادي لا انا اخليه هو يعمل تحدي ده عشان يعني هتكلم طب ماشي طب ايه الجايزه يعني هنشوف بقى هتديني ايه اختاروا عقاب او جايزه
لا خلينا نعمل تحدي في 3 دقايق ونخلص فيه. انا كده كده بحب السبايسي يعني عادي بس مش للدرجه. كله بيقول انا بحب السبايسي بس ما بيبقاش للدرجه. اهم حاجه تشاركونا بس كومنتاتكم ومواقفكم وايه التحدي اللي ممكن نعمله الفيديو الجاي. بس باي باي، نشوفكم الفيديو الجاي على خير.